اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتابعي صدى البلد في كل مكان. معكم انغام الجنايني من قلب محافظه سوهاج. النهارده في احتفالات ذكرى عيد الشرطه ال 72 من قلب محافظه سوهاج، معنا الشاعر احمد خليل السوهاجي، واللي هيتلو علينا بعض ابياته الشعريه اهداء للشرطه المصريه. بنرحب بيك معانا على صدى البلد. اهلا وسهلا بحضرتك. انت النهارده مجهز ابيات شعريه خاصه بعيد الشرطه للاحتفال. اكيد ده يوم يعني جميل جدا وكلنا بننتظره لكل عام. عايزاك قبل بقى ما تقول لنا ابياتك الشعريه الجميله، انت ما بتفوتش مناسبه لازم تنزل وتحتفل في مدينه سوهاج بكل مناسبه تخص مصر وتخص محافظه سوهاج. لا دي بلدي ولازم اشارك في اي مناسبه. دايما ما بتملش. لا ابدا. في شباب، طب عايزينك تدي نصيحه للشباب اللي بتمل كده وما عندهاش روح الوطنية زيادة اللي تخليها تنزل وتحتفل. لا ترقى أي دولة إلا بالعلوم والأمان والأمن. إحنا كلنا بنحيي الشرطة المصرية في هذا اليوم الجميل. طيب قول لنا بقى أبياتك الشعرية الجميلة. هنقول عيد الشرطة، أقول عيد الشرطة يا أجمل عيد، الكل فرحان به وسعيد، شعب وشرطة الإيد في الإيد، وبنعمل دايما للمفيد. حب بلدنا هو أساس، والشرطة هم الحراس، يستحقوا ميدالية وكاس، سهرانين على راحة الناس. ألف شكر وألف تحية لكل الجهات الشرطية، عزم وقوة من حديد، عيد الشرطة يا أجمل عيد. أمن مصر غايتنا ومرفوعة دايما رايتنا، والريس هو قدوتنا، ومصر ليها محبتنا، ده حب بيجري في الوريد، عيد الشرطة يا أجمل عيد. حضرتك عندك كام سنة؟ 74. بدأت تكتب أبياتك الشعرية من قد إيه؟ أنا ما دخلتش مدارس خالص، علمت نفسي بنفسي بعد 21 سنة، درست 1400 كتاب، وطلع لي قرار وكيل وزارة تسقيف مدارس سوهاج، وبشارك في كل احتفالات، وعضو في 7 أماكن، وبكتب في كل الصحف القومية والحزبية. شخصية عامة يعني الحمد لله، وبحب وطني جدا جدا، وعامل محومية في بلدي مجانا. حضرتك منين في سوهاج؟ من قرية ونينة الشرقية مركز سوهاج. احنا اتشرفنا بلقاء حضرتك النهارده. اشكركم جدا جدا صدى البلد، وانا سجلت قبل كده معاكم كتير طبعا، ولنا لقاءات عديده معاك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وكل عام وانتم بخير، وكل شرطتنا المصريه بخير وحضرتك، ودايما ندعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما مصر في امن وامان. شكرا جزيلا. اشكرك جدا.